كلمة صغيرة ماشي غير تقرا وحدة تبارك الله عليه تكون قرات صغيرين بالبطاطا والطيشة والفلفلة والحوت شنو الحوت هذا الحمد لله من الطابلة هيا الحوت احنا في رواق تقرا اليساريه الماركسيه اللينينيه تروتسكيه بلاطينه فعلا تقرا عيشيه فعلا تقرا عيشيه يساريه سياس قدمنا عندنا جوج تقرا اليوم تقرا الشطوم تقرا ديال الحلو نعطي منبار كنطالبوا بإطلاق صريح جميع المتقالين السياسيين في السجون المغرب هذا المنبار للعرايس نعم بالنسبة للتقرا يعني مش عندنا خضار الخضار نروح المساهمة وخالط من الخضار وتقرا ريشيا بامتياز. اذا اليسار في قلب الديناميه الاجتماعيه والنضاليه والتضامنيه مع المجتمع يعني مع المعتقدين. المعتقدين السياسيين. تبارك الله عليك سي مصطفى. حيا اين الحال؟ لاباس. عندكم شي لمسه يساريه في ديك التقرا ولا؟ التقرا كنهديوها التقرير كنهديوها للمعتقلين السياسيين على راسهم نصر الزفزافي وتحية نضالية. ما كرهوش يعني يخرجوا يعني الحرية ويذوقوا معنا هذه دعوة لهم. مفتوحة. بارك الله عليكم.